شيعت سوريا اليوم الأحد جثمان الفنان السوري الراحل محمد قنوع إلى مثواه الأخير وسط حضور غفير من المشيعين. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه قنوع على صفحته، حيث نعى نفسه قبل رحيله. ونعى قنوع في آخر كلماته الشخصية التي قدمها في مسلسله الأخير العربجي الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي قبل أسبوع من رحيله عن الحياة، إذ علق على الصورة وداعا شومان. الفنان السوري توفي مساء أمس عن عمر ناهز 49 عاما متأثرا بنوبة قلبية، كما كان آخر لقاء له عبر برنامج إيتي بالعربي، مبينا أنه كان مستمتعا بشخصيته في هذا المسلسل. وقال: شومان من الشخصيات اللي حبيتها وزعلت عليه لما راح. ونعت النقابة الفنان الراحل في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل. محمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في العام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، وعائلته كانوا يعملون بمسرح دبابيس بفرقة الأخوين قنوع.